رافعته أولاً عن إشي سماه شروط المحاكمة العادلة، اللي هي قرينة البراءة وكل الشروط تتعلق بشروط المحاكمة العادلة اللي ما عليها خلاف. نحن نحكي بطب نوعية التشريع اللي بيحدد شو السلوك وشو الجريمة في المواضيع اللي أثارها. موضوع الأمن صح، المادة واضحة، المواد في الدستور الأردني اللي بتقول مادة 128 بتقول لا يوجد، لا يجب أن يكون أي قانون يخالف روح أو مضمون أو هدف أو الغاية من المادة أو من الروح، يعني القانون لا يجوز أن يخالف روح الحق. بمعنى النقاط اللي أثارها الأخ المركز يعني حق الدولة وحق الوطن، هذه كلمة شعارات سياسية مع احترامي، بس هدول مطبقين. بس اسمح لي يا سيدي، ما هو هذا المواطن نفسه هو كمان بيحكي بحق الوطن. أبدا ليست مصطلحات سياسية، هذه مصطلحات قانونية. أنا ما قاطعتك، أنا ما قاطع. لا لا لا، ما تقول لي مصطلحات قانونية بحتة، اسمح لي أنا أوصلها قانونية. يعني أنا محامي. لا اسمح لي، حر أنت. بس إحنا طب أنت كيف تنظر إلها أنت سيدي؟ أنا عندي نص قانوني في الدستور يقول الحرية، حرية التعبير مصانة بالمادة 15. شيء حريه الدستور يضمن الحق حريه التعبير، والقانون يجب ان اي قانون يجب ان لا يخالف هذا المبنى. الان مساله انه والله في اصرار عسكري او في مركز سيادي، يعني هذا ما له علاقه في هذا. انا عندي يعني من حقنا انه نتجاوز النقاط. يا سيدي مش هذول مش نقاط، هذول تعابير عامه فضفاضه قد تعني انه والله واحد يقول يا جماعه ليش نتسلح من روسيا مش من امريكا، او من امريكا مش من البحرين، او نشتري من او مثلا من إثيوبيا. واحد يقول مثلا ما فيش داعي نروح نحارب بسوريا، او مثلا هذا المركز الدبلوماسي اسعد قيوضته، معناته ما فيش تسكير افواه، هذا كله هذا تكميم افواه مطلقه. هاي التعابير الاربعه انا بضمن لك انه بقدر اسكر بوز او فم كل المواطنين الاردنيين بالمره، لانه كل القضايا اللي بتهم مستقبلهم. طيب بدي اسالك قضايا امنيه، بما انك قضايا بس اكمل قضايا اقتصاديه اسعار وما طيب أنا قلت الجملة هاي. لا بعدين اسمح لي شو التعبير. قال المركز العسكري والمركز القانوني والمركز الدبلوماسي والسيادي. كل شيء سيادة، يعني إذا وين رحنا احنا؟ وين راحت الحرية؟ شطبناها، مسحناها. يعني مع تقديري هو كأنه يعمل مرافعة، أنا بحترمه، بس هذا ما له علاقة في حقيقة بتنظيم الحرية. مبدأ تنظيم ممارسة الحرية مبدأ أساسي، بس هو التنظيم بهدف السماح طب للحرية. أنا اللي فهمته أنه الأستاذ محمد حط ضوابط لمتى تتوقف بحريتك. كيف؟ يعني صحيح أنا قلت لك الضوابط. بدي أسألك سؤال على الهواء. هل يحق لي أنه أمسك الواتساب الصبح وأقول